وعلى الرغم من رضانا عن النتائج التي حصلنا عليها، فإننا لا زلنا نتابع العطاء والنضال للحصول على بقية اتفاقياتنا الموقعة مع الحكومة، وعلى رأسها القطع الأرضية لكافة مهني قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي، والاكتتاب الوظيفي لكافة العمال وخصوصاً الممرضين والقابلات الأحرار، وإدماج فئات الممرضين الطبيين في السلك باء من الوظيفة العمومية، وحل ملف عقدوي كوفيد، والتغلب على الغلاف المالي لعلاوات البعد، وانتظام التقدمات الوظيفية وظهورها بشكل تلقائي على كشوف رواتب العمال. لقد ظل الاتحاد كمؤسسة نقابية دائماً إلى جانب العمال، وسيظل كذلك مهما كانت مستويات التضحية التي يحتاجها هذا العمل المسؤول، ومهما كان مستوى الظلم والتهميش وسطوة الاستغلال السيء للسلطة.